قالت وزارة الصحة السودانية أن 22 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى من المدنيين سقطوا جراء القصف على مدينة أم درمان في منطقة دار السلام. وعلى وقع الغارة حذرت الأمم المتحدة من أن السودان على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة قد تزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها، كما نددت الأمم المتحدة بالغارة الجوية على المنطقة وأبدت أسفها لسقوط ضحايا وسط المدنيين، واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ الغارة، في حين نفى الجيش السوداني التهمة قائلا بأنه لم يتعامل مع أي أهداف معادية في أم درمان بذات التوقيت، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع ظلت تقصف المناطق السكنية بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية التابعة للجيش. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان رسمي أن الأمين العام أدان الضربة الجوية في أم درمان والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح. وأضاف فرحان بأن غوتيريش يشعر بقلق عميق تجاه الحرب الدائرة بين الأطراف السودانية التي قد تدفع السودان إلى حافة حرب أهلية واسعة النطاق قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد فرحان بأن في السودان تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهو أمر خطير ومقلق. كما عبر فرحان عن دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة شرق أفريقيا لإنهاء أزمة السودان المتواصلة نتيجة احتدام الصراع العسكري بين طرفي النزاع. وفي الشأن الإنساني افتتح راشد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد المشفى الميداني بمدينة أمدغراس التشادية بحضور وزير الصحة التشادي وعدد من المسؤولين الحكوميين التشاديين وممثلي عدد من المؤسسات الإماراتية المشرفة على تنفيذ المشروع. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية جاء المشفى تنفيذا لتوجيهات القيادة الإماراتية لدعم الشعب السوداني الشقيق. كما أكدت الوكالة بأن المشفى جاء نتيجة تعاون ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. وسيرت دولة الإمارات منذ بداية الأحداث في السودان جسرا جويا وبحريا نقل قرابة 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة إلى الشعب السوداني لمساندته في مواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها نتيجة الصراع العسكري الدائر في السودان. وأكد السفير الإماراتي راشد الشامسي بأن افتتاح المشفى يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين النازحين في تشاد. وأوضح أن إنشاء المشفى يهدف إلى الحد من وطأة المعاناة التي يعيشها النازحين، مؤكدا بأن دولة الإمارات تراقب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب السوداني وتأثيرها على دول الجوار. إن إنشاء هذا المستشفى يأتي من أجل مد يد العون والمساندة
والدعم الإنساني للحد من وطأة المعاناة والحرص على تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمتضررين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن. دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية ومنذ بداية الأحداث في السودان سيرت جسراً جوياً وبحرياً حمل قرابة 2000 طن من المساعدات الإنسانية والطبية إلى كل من بورت سودان وتشاد، دعماً للأشقاء السودانيين المتضررين جراء الصراع. أود في هذه المناسبة أن أشكر حكومة جمهورية تشاد الصديقة على دعمها والتسهيلات التي قدمتها من أجل إنشاء هذا المستشفى وفي زمن قياسي، كما أشكر الكادر الطبي على جهودهم الكبيرة. وعلى إثر ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عشرات السلل الغذائية لقرابة 1000 شخص. وأكدت وكالة الأنباء السعودية بأن تقديم المساعدات يأتي ضمن المساعي الإنسانية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمساعدة الشعب السوداني، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين. وأضافت بأن المركز وزع 243 سلة غذائية في مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 950 فرداً.